مع استمرار رحلتنا في جمهورية التشيك ويومنا الثاني في مدينة برنو مع شباب هالفلة، قررنا نغير جو الجماجم والمباني القديمة. ومجرد أنك تلمح لأي شباب سعوديين أنك تبي تغير جو من المدينة، وكان اختيار العيال أننا نكشت عند البحيرة اللي حول ديرتهم. فهذه من الأمور اللي يعني استفدناها من التشيك، الصبر. هنا لازم تصبر، يعني مثلا تطلب في مطعم تستنى دورك عادي، يعني أكلك ما حيروح. في السعودية مطعم رز دجاج يا رجل، لازم تعصر نفسك بين الخلق وزعيق وارفع عبطك ويا فلان وجيب أكل ولا ومدريش. أنا قبل مضاربات تقوم وكلها فني على هرجتك. نتكلم جريكي تبي؟ ما في مشكلة، قل لي جملة جريكية. أتي كان إسكالا إسي سي كوكلا سميرا. والله ما طلعت ضحك. والله اي سي سي كوكلا سيمير. والله شوف ضحك صاحبنا. والله احنا ندور على نفس الكشتات للسعودية لكن مو متوفرة هنا، ف هذا زي ما تقول اقرب بديل يعني للكشتات. لاحظوا شايفين انفسهم ما لقينا شيء زي السعودية، فيلا نسلكها بضحك. والله انا اقول لك يعني منطقة ما فيها اهلك ما فيها اخوانك ما اكيد ما طبعا ما 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 حد قال شيء، لكن مو بواحد يقول اخي ما لقينا طعس نكشت به. ما في رصيف ما في رصيف ما في جسم معلق، فيلا بحيره يلا ايش نسوي. بودي برادي منطقه اول ما جينا فيها تقريبا سنه تحضيريه تقريبا، وبعض الشباب اخذ فيها انجليزي، يعني بعض الشباب اخذ فيها سنتين. فاول ما جينا ذكر اول عيد الاضحى يعني بنضحك شباب ما قصروا، وجبنا وطلعنا عند البحيره، في بحيره هناك صغيره ذبحنا فيها وعلقنا الذبيحه بارك في حديقة حاجة عامة، حاجة زي كذا بس أقل بيبول أقل الناس وزي كذا. وجيتوا ذبحتوا؟ ذبحنا معلقين مذبوحة علقناها ونصلخها ونضبط إيه، لأن أعرف أنه نظاما ممنوع تذبح. لا ما هي ممنوع، ما بالك عاد أنه في مكان عام جاي هنا ممنوع تذبح، بس هي مذبوحة جاهزة بس يعني زي ما زارع هنا خاصة ذبح. أيوة خاصة بأحد العرب المجتمع الإسلامي، فتشتري ذبيحة يعني مذبوحة جاهزة مسلوقة يذبحها قدامك يعني يذكيها الطريقة الإسلامية يعني، لكن ما تقدر تذبح يعني. طيب هو ذكاها لكم وعطاكم إياها وصلخها وعطاكم إياها في أكياس، وفيصل يقول إنه معلقينها تعليق اللحم لا عشان ينشف وكذا. نحن كت أنا أبغى الذبيحة علق الذبيحة هنا الأحقية يعني في الحق، طالما إنه شيء من حقه مستحيل يعني حتى ما يأخذها بمجاملة ولا شيء، لا حقك بتأخذه وحقي أنا بأخذه لو إنك مين يعني. مثلا زي في أقربها زي ما قلنا في السواقة، في أمور أخرى يعني حتى في طلوعك للترام ونزولك. يعني للأسف أول ما جينا هنا أنا كنت عايش في براق، فأول ما جيت يعني سافرت من القرية اللي كنت فيها طلعت براق، فوقفت في الترام، باب الترام فتح، وللأسف إني كنت وقتها أول مرة أركب ترام يعني، فكنت واقف أمام الباب. فالتشيكي لما كل التشيكين هم نازلين يدفوني، يعني ما يدفوني بطريقة مؤدبة حتى، لا كذا دفة يعني حقت مضارب. أنا طبعًا توي جاي من السعودية، اللي دفك يعني تضارب معه، بس الحمد لله وقتها مسكت أعصابي. فوقفت فترة عن فترة يعني ما حد شرح لي، بديت أفهم إنه الشعب التشيكي نفسه لما يجي الترام يوقف جنب الباب، بحيث اللي داخل الترام ينزل بعدين إحنا لأن بنطلع الترام نطلع. يعني زي هذه شوف تفكير بسيط لكن في النهاية يوفر عليك في الزحمة، يوفر عليك في تعاملات الشعب، يعني حتى يوفر عليك مشاكل كثير. يعني تجي في السعودية أول ما يعتب المطار على طول سعودي مود اكتيفيتد وين الارارارا ايش. طيب في ست سنوات صار لك هناك، ايش صاير لي ولد عم قد بتعث يمكن يعني من فترة من زمان، يعني عمره دحين ما شاء الله تبارك الله قريب الستين. فلما جيت السعودية وكان يعني كم مرة يعني جيت خرجت وهذا وشاف كيف تعاملي وكيف صرت، فجاء أخذني على جنب قال لي يا ثمامة حتتعب زي كذا، قال لي طالما أنك هنا في السعودية حاول تتعامل زي ما كنت تتعامل مع السعودية. قال لي أنا لما رجعت من أمريكا قال لي هذا زمان أول والله، قال لي يعني رجعت تعبت هنا، قال لي أول سنة لي في السعودية كانت جدا متعبة. يعني للأسف بعض الناس تكلمهم وهذا يقول لك أنت إيش مسوي لي مثالي، تسوي مثالي على راسي يا أبوي ما أدري. يعني للأسف حتى في ناس من الشعب يظنوا إنه الفقعنة دي والهيلمان ده يحسبون إنه رجالة،
للأسف ما عمره كانت الرجالة بشدة الصوت ولا بحدة الطباع. بعد محاضرة ثمامة المطولة عن المثاليات اتفقنا نقوم ونسوي أي شيء قبل لا يكمل ثمامة محاضرته. اقترحوا علينا الشباب نجرب نجدف في البحيرة على زوارق صغيرة، منها تجربة جديدة ومنها نفهم مقولة لا تكسر مجاديفي. وصلنا للرجال اللي بيأجرنا زوارق. في البداية قال لنا أن الوقت تأخر، وبعد ما صرينا عليه شوي قال بدخل أشوف لكم الإدارة. مامي، على بال ما يرجع خوينا من الإدارة بدأنا في التحدي وتقسيم الأفرقة، بس بدأنا نسمع صراخ أم. المشكلة يا معود أعطانا المقولة الشهيرة، شباب لا تحرجوني مع الإدارة. المشكلة أننا سامعين أم ولا تهاوشة. عموما ما زبطت معنا ذاك اليوم. والله معليش. طيب قل لهم فيصل جاي من طرف، والله قلت لهم جاي شباب من السعوديه، قالوا لك ابويا قدام خلص. انا قلت لهم جاينا مطير وجانا المهنه وجاينا الشباب ولا تفشلونا، قالوا والله معليش. بعد ما فقدنا الامل جونا سعد وفيصل اللي كان عندهم اصرار اكثر. ممكن تزبط دعواتكم او كان عندهم امل اكبر او انهم بخششوا الرجال مستحيل. المهم انها ضبطت معهم ورجعت لنا فرصة تجربة التجديف. بما أننا جايين من الرياض الموضوع خذ معنا ساعة وربع تقريبا، وحنا ندور في أماكننا. بس في النهاية الموضوع مو بصناعة صاروخ، احنا رجال البر لا رحنا للبحر غصنا. المفروض انها مدحة هياطية فيزيكية. قوم تعاون وما ذلوا، عطني واحد وانت واحد ما عليك. يلا ها خلاص طاقتنا على اخر شيء. تمشي لازم يلفها. ما عليك، روح 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 بس خلاص 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 خلاص. يلا يلا لفينا امسك خلاص ما عاد فيها. يلا انا دقرت. ها ايش بحد دف نفسك؟ ما عليك، استنى استنى. لا ما حسن يا حبيبي، الله يهديك. اهدى اعطيني يا ابوي خلينا نساعد. جرب. شكرا بو 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 بو. شكرا. المهم ومع حلول الظلام المتاخر اكتشفنا ان ذيك الليله توافق نهائي كاس الملك اللي عزمونا عليها الشباب نجي نتفرج عندهم في الشقه. كيف تلقى السعوديين في أوروبا؟
يعطونك اللوكيشن جي بي اس تقعد تلفلف تلفلف ما تلقاهم، توقف تحت العمارة وتسمع. والله في احد مو سامعينك ترى مره صوت عالي. احنا بيسمعون بس خليه يسكت معلق. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. من وين نجيكم يا ابوي؟ كم دق رقم 7 الباب هذا هنا. كم الدور الرابع. كم المباراه 0-0. تأخرت في موضوع تجديد الإقامة، فكان ينتهي في كل سنة في شهر أغسطس من كل سنة، فما صار نصيب ذي أول سنة لي في البلد ذي، فتأخرت في موضوع تجديد الإقامة. ففي حال أنك تأخرت يعني فتعتبر أنك مخالف وطرد برا البلد، فأسحبوني حطوني في السجن توقيف أبو يوم حاجة زي كذا، وبعدها قالوا لي انك انت مخالف وصار لك 3 أيام متاخر عن تقديم تجديد الاقامه، فهذا حيكون على قولتهم ضرايبها انك حتطلع برا البلد خلال 48 ساعه، او اننا احنا يعني نعطيك ديبورتد برا البلد ونطلعك ونطردك، وبس انه الستامب الاحمر على جوازك لو ختم الاحمر بحيث انك ما تستطيع انك ترجع. فصرت قدام خيارين، فبين اني اروح كذا واروح كذا،
فاخترت اني خلال 48 ساعة انا اتكفل بالطلعة وارجع واقدم اوراقي من جديد وارجع طالب نظامي من جديد. فرجعت السعودية، بس المشكلة كانت ما عندنا سفارة احنا سلوفاكية في السعودية بحيث ان احنا نخاطبها. فاحنا اضطرينا في البدايات اصلا اول ما جينا تقديم الفيز ان نروح يا مصر او نروح كويت، بحيث ان كل واحدة فيهم كانت فيها سفارة سلوفاكية ومن خلالها نستطيع يعني نكمل اجراءات الفيزا. فرجعت سلوفاكيا على السعودية كداد من الرياض حفر الباطن، شايف كيف وقتها ما في خطوط، فطول الطريق مع الكداد هدي الله يرحم والديك اهدى كدادين وسواقتهم. وصلت هناك 2 الفجر بالليل، كان واحد من اخوياي يدرس في هنغاريا الله يذكره بالخير شمري نواف حفر الباطن، اخوانه كانوا هناك موجودين، فجوني 2:30 بالليل واخذوني وعلى الحدود الكويتيه. بعد الحدود سلموني سياره ثانيه عيال عمو كويتيين، حسيت نفسي بضاعه اخر الليل شايف وعلى الحدود. المهم فرحت كملت اجراءات الفيزا، اخذت معي 2 اسابيع، رجعت السعوديه انتظرت فيزتي اخذتها، بعدين رجعت سلوفاكيا. الشاهد من الموقف ذا كله يعني انا في العمر اللي كان يعني الان 25 سنة، وشفت قاعد اذكر مواقف صارت لي زمان وانا عمري 18-19 اول ما جيت في ضعف المعلومات عندنا في الاداره اللي عندنا مشكله كان ضحيتها احنا من ناحيه المشكله ذي. فاضطرينا نلف اللفه ذي والسفر والروحه والجيه عشان سوء فهمنا في الاداره والامور اللي في البلد هذه. فهذه من القصص اللي خلتني انا والله اتعلم ايش يعني تصحى بدري امورك واوراقك بدري خلصها، لا تتاخر في تقديم للاوراق، عندك شيء راجعه بدري. الامور هذه ما كنت اعرفها بالسعوديه ولا عمري فكرت اني بعرفها، ولا كنت في السعوديه اتوقع اني اعرف يوم وليوم ايش يعني موعد الساعه 5:16. اوكي ما كنت ابدا اعرف النظام ذا. هنا صارت عندي ثقافه الـ 5:16 و17 دقيقة حتى، شايف كيف يعني هذه الاشياء الاساسيه. ومن القصص الاخرى الثانيه قصص اللي يعني في اختبار من اختبارات من جوا الجامعه الان، يعني اوكي في اختبار من اختبارات كان في طلاب، واختباراتنا هي موضوعها نقاش ومناقشه مع الدكتور وتتكلم. ففي بعض الاحيان لما تكون تختبر معك طلاب جنبك والدكتور يعني انشغل في لقطه تناقش مع خويك زميلك اللي النقطه المعينه هذه، فمن نص الاختبار وفي واحد جنبي وشكله كأنه عربي، والجامعة عندنا فيها عرب 48، وحتى بالإضافة لولا البعثة ما عرفت ايش يعني عرب 48، عرفت كيف قدرت اقابلهم هنا. المهم فقلت انه اكيد الشخص هذا من عرب 48، بديت اسأله بالعربي، طالع فيني قال لي سوري مان ام فروم ايران. شايف يعني الشاهد انك انت تقابل كله، تقابل العربي غير العربي، تقابل المسيحي، تقابل وكل الأشخاص اللي تقابلهم تجمعك فيها مواقف، والمواقف هذه يعني هي اللي تعلمك وهي اللي منها تشوف وتتعلم. وأول كنا يعني جينا البلد هذه وإحنا اللي على بالنا إحنا شعب الله المختار، معلش على الكلمة، إحنا اللي ما يطولنا العيب، إحنا اللي كاملين في كل شيء. للأسف كل يوم يمر علي في هالبلد أو كل سنة أكتشف إنه إحنا معلش اللي تعلمناه بس قطرة من بحر الجهل اللي عندنا، شايف؟ لكن إن شاء الله يا رب بس على الله الشيء هذا يعني يأثر فينا، وإنه ما هي فترة إنه وقت وبعدها نرجع للحليمة للعادة القديمة، شايف؟ ونستمر عليها. والمواقف يعني القصص واجد، إيش أخلي لك وإيش أعدي لك ما جينا طبعا التكاليف كانت أرخص بكثير، يعني مع تطور الأيام مع تقدم السنين ترتفع، وبشكل يعني للآن تعتبر صورة خيالية. يعني كرة واحد ريال يكون 5 كرونة، يعني تنضرب 5، فتعتبر دول رخيصة للمعيشة حتى بعد ما تتخرج وتنتهي من دراستك وابتعاثك مرحلة ابتعاثك، حتى لدرجة أنه قبل ما تخلص وأنت عندك أفكار انك تستثمر بهالبلد هذه. بولندا من دول اوروبا الشرقيه فما فيها غلاء، بالاضافه انهم ما يستعملوا اليورو، يستعملوا عملتهم اللي هي البوليش زوتي،
فهذا البوليزوتي تقريبا يساوي الريال السعودي. انتم الطلاب الوحيدين في اوروبا اللي مصروفكم بالعمله المحليه اللي ما هي يورو؟ لا، مصروفنا باليورو، يعني تنزل لهم كافه باليورو مش بالزلوتي. البقيه كلهم يصرفوا باليورو، انتم ما تصرفوا باليورو صح؟ لا، عندك تشيك مثلا عندهم عملتهم الخاصه تقريبا تشيكي. من اليورو الى العمله الكرون، العمله المحليه ما شاء الله، يعني ما نقول افضل ولكن مو في اسوء حالاتها، بينما العمله من اليورو الى الريال السعودي حدث ولا حرج يعني، وللاسف يعني كانت جبل صارت رمل. والله هنا المشكله، احنا نتعامل بالكرون التشيكيه، والكرون التشيكيه نازله شويه، يعني ممكن واحد كرون 5 كرون ريال واحد، يعني زي ما قلت تعبي بنزين ب 1700 2000، الارقام يعني الارقام الكبيره تصغر في مخي، فانا اذا رجعت السعوديه يعني اشوف ال 500 ريال ولا شيء اقارنها بالكورونا، فهنا اقعد تقريبا اسبوع في السعوديه لين اركز، يعني ان الريال ريال والكورونا كورونا. المعيشه هنا اقتصاديا انت كيف، هل هي سهله صعبه؟ يعني في ناس مثلا في دول ثانيه او مدن ثانيه مره مو قادرين يعيشون على المكافاه بس. كطلاب التشيك اعتقد مناسبه للصرف المادي للشخصي، كسكن كمأكل كمشرب، اذا كنت يعني خلينا نقول ان ستاندرد عايش مع نفسك لحالك، لا الحمد لله تكفي الحمد لله، باعتبار ان العمله اقوى يعني، بينما الدول المغايره ما يعني اتوقع فيها كلام، بينما تشيك انا اشوفها مناسبه. اعرف واحد حاليا بس دفع حق الشقه وصرف على نفسه يعني العقود 100 يورو وحق الاكل وهذا عبى الثلاجه 100 يورو زين، ويعني وطلعت الويكند وهذه مع بولينج بلياردو وهذا 150 يورو، كل الصرف كان عليها 750 وبقى له بمكافأة 1050 لأن برلين، لأنك لو كنت مدينة ثانية كان المكافأة كلها تروح على أول شيء تروح على السكن، ثاني شيء تروح على عقود مثلا تأجر سيارة أو البنزين، كل شيء غالي هناك. برلين يعني أنا أحمد ربي أني جيت برلين نوعا ما، هنا الصرف ما هو غالي زي أمريكا، المكافأة أريح وتقدر تأخذ راحتك في تمشيات بين أوروبا، الطيران المخفض وهذا الواحد يغير جو طبعا طلابه كذا، وبرضه زي ما تقول أرخص بالنسبة هنا، عملتنا زلوتي ما هو يورو، فتقريبا زي الريال مقارنة بمناطق ثانية في أوروبا مقارنة بأمريكا، فرق شاسع. الله يعافيك. شكرا لك. الله يسعدك يا رب. وفي اماكن اجمل واجمل يعني بصراحه، الواحد اول ما جاء ما كان يعرف غير المدينه والعاصمه، صرنا نسافر ونشوف ونكتشف منتجعات وجبال، يعني طبيعه ما تقل عن جمال النمسا، وتعتبر يعني جدا 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 رخيصه، يعني ممكن احنا نستاجر فيلا بحوش وحديقه وشوايه في حوالي 400 ريال 450 ريال في اليوم، تشيل 8 اشخاص 9 اشخاص. الفلوس الحمد لله يعني خادم الحرمين الشريفين وكل البعثه وكل البرنامج اصلا ما قصر معنا في ناحيه الفلوس، بالذات في الدوله هذه، المبلغ اللي بناخذه صراحه الحمد لله ما حد يستلمه من اكبر الشخصيات اللي في التشيك. والحلو ان احنا طبعا نطلع غالبا يعني قدنا رحنا مع مثلا مع الهنغاريين، فبعدين لما نطلع مع الشباب السعودي خلاص عارفين ما حد يقدر يضحك علينا. عارفين المكان وعارفين الاسعار وعارفين فين ناكل وعارفين فين نروح وعارفين فين نجي. حساب الدوله تقريبا المعيشه هنا زي معيشه زي السعوديه. اوكي. لانه عندهم عملتهم الزلوتي زي الريال بزلوتي تقريبا، يعني والحياه هنا تقريبا نفس الاسعار يعني. ايوه تقريبا يعني. لو قلنا مثلا سندوتش فلافل كم هنا؟ يعني سندوتش فلافل ياخذ منك 10 12 13 زلوتي. فيعني بس يعني لا في فرق معليش، سندوتش فلافل عندنا ب 3 ريال. ايوه كاكل ما في بلد تلاقيها زي السعودية. كرخص ما في، ما حتلاقي بلد كرخص في السعودية، يعني بريالين رز يديك كيس قد كذا. انا والله ما ادري قهوتنا برودة خلنا نجيبها بس. هاللون تبين؟ تضحك. الا نبي ها؟ بس ما توقعت هنا في قهوة يعني. ما ادري والله عينك، انا استغربت صراحة. ما تودع في قهوة؟ قهوة والله ما عليك، قهوتنا والمة دايم. نصبه قريب لا تخاف. انا اقف بهذا خاف اطيح يا ولد. قهوتكم معكم دائم ما شاء الله. اي لابد، هذا طبنا يقول من يوجع راسه ترى الهيل طبه. خلنا عنك الله ليهينك.
من يوجع راسه ترى الهيل طبه. اي أيوة والله ريحه القهوه غايه الكيف. طابي والله. الاعتماد بالنسبه لي انا كان بالبدايه ما كنت مبتعث، يعني كنت طالع ادرس على حساب الخاص. فتعرف الواحد لما يكون طالع على الحساب الخاص انت تكون شويه مقصر على الحنفيه شويه، يعني تكون شاد عليها. يعني حتى بعد ما جاء الابتعاث اعطانا مجال ان نعمل ميزانيه للشهر كامل. لما جيت هنا نوع استقلاليه تامه يعني، ففي البدايه واجهت صعوبه في ان انا اعمل كنترول على المصروف يعني، بس بعدين يعني ضبط وضعي. مش الحال. اي مش الحال اكيد يعني. اليورو كان مرتفع فكنت مظبطين. صدمنا صراحة، صدمنا نزل الحين، والريال كمان طلع لما نرجع السعودية كمان الوضع مو كويس. إن شاء الله إن شاء الله تعدي الأزمة دي. زي ما قلت أنت الأمور المادية طبعاً صارت ثقل علينا، ندفع طبعاً. أنا ساكن مع ثلاثة شخصين زيادة، أنا ومعي شخصين، وأنا دائماً مسؤول عن الأمور المادية. يعني أنا أخذ الإيجار كل نهاية شهر وأدفع لصاحب الشقة كهرب وموية نفس الوقت، الإنترنت ندفع طبعاً يكون كله باسمي. فأنا أدفع أحيانا عن طريق النت وأحيانا عن طريق، وفي أشياء كثيرة يعني أدفعها ناحية المد يعني، أو ننزل الراتب يومين ثلاثة وأنت تفكر كيف تسدد وتدفع بعدين تكمل الشهر عاد طبيعي. والله أنا ما أطبخ، أنا محترف غسيل، أغسل بس، أغسل وأنظف، طبخ ما أعرف. في واحد من العيال ما شاء الله يطبخ عنده. أنا مشكلتي إني يمكن لو إني جيت مع ناس ما أعرف يطبخون ممكن أبادر إني أطبخ، بس ما شاء الله تقريبا ثلاث اربع اشخاص مره طباخين، فمره ما نحتاج الطبخ. لانهم صراحه مو زينا يعني في الماي، يحسبوها بالسامته يعني الماي يعني، لان هنا عندهم مثل ما قلت لك الرواتب عندهم قليله، ففاتوره الماي والكهرب والغاز خاصه بعد يركزوا عليها بقوه يعني. احنا ما نتكلم عن فلوسنا، بس المشكله حتى لو ما نتكلم يا اخي، عرفت ملابسنا، جوالاتنا، جزمنا، وانت بكرامه اي شيء عرفت يدل انه في دخل، بس هم يعرف انه دولتنا فيها عندها فلوس، فخلاص ما يفكر اصلا انه في شيء اسمه سكولرشيب، وما نقول لهم اصلا. بس في القريبين مننا كده يعني يعرفوا انه عندنا سكولرشيب، بس ما يعرف الفلوس. الفلوس هذه ما نقول لي احد عليها ابدا، لانه صارت مشاكل يا ابوي في الدول الثانيه. فنحن اول ما جينا نستلم مكافاتنا باليورو نفس طلاب اوروبا الغربيه وعايشين هنا كان نصرف بالريال السعودي، فكان الشباب لسهم صغار، ويعني الواحد ما كان يستلم، ابوه يا دوب يعطيه مبلغ بسيط يعيش فيه. أول ما جاء هنا تقريباً 8000 و7000 وشوية إصفاله من المكافأة، فكان بعضهم يسكن فندق بشهور. إيه في إيه يعني إيه هذا أقول لك يعني، يعني مثلاً أنا سكنت في شقة قباجر هنا، والشا يعني في بعضهم ما أدري كيف يعني، في فاحترف إحنا عادي يعني، مثلاً نتسبح مثلاً مرتين في اليوم، تعبي الباني مثلاً. فهم هنا عندهم جت لي فاتورة يعني أكثر مرة، يعني جت لي فاتورة ماي ومثلاً اسمه الغاز بعد، فجتني يعني. وأحياناً أحسه يستغل يعني، يعني مثلاً أنا رحت شيكت عليها يعني في بعضها، يعني هو قال لي مثلاً هم كيف طريقة مثلاً أنا أدفع له 350 وشيل منها مثلاً 40% حق الكهرب والماي. طيب هو كاتب منها 80 يورو، فإذا كاتب 80 يورو يعني بيصير حاجة قليلة يدفع على الكهرب والماي، فتالي اضطريت أدفع عليه يعني. مع اني كنت قاعد فيها الشقة 4 سنوات يعني، خلال 4 سنوات يوم بطلع قال لي صار زي كذا يعني، فهذا اللي تصير يعني. وسيم يا كيف حالك؟ الحمد لله طيب، مية مية كويس تمام. So you study here in Czech in Brno. Yeah, me and the guys I've been studying here since 2012. So I'm in the third year. Okay. So we've been studying medicine for 3 years. So it's a long time, you know. I've got to know the guys really well, you know. And you're half British, half Pakistani, no, half was, Saudi now. No. I wish. Like, my father was born in Pakistan,
and my mother's family, they were born in Pakistan. However, my mom was conceived in England. My father came to England and I was born in England. And you have a lot of Saudi friends here. Alhamdulillah, I have a lot of Saudi friends. Like before coming to Brno and studying medicine, like in England, like I only had mainly Pakistani friends and Indian or Bengali or any other Asian, because this is like most of us are here in England. And I didn't have any Arabic friends. And the only Arabic influence I had was going to the masjid and learning Quran. And that's it. And you I only no knew. Arab friends whatsoever. No, I had maybe one or two, but we were not so close. Like yeah, me and Faisal. Just casual, yeah. Yeah, they were just like acquaintances, shall we say. Acquaintances, yeah. So when did you get to Brno? Things changed a bit? Like when I came to Brno, like when you, for the first time moving away from home, like everyone becomes closer, you know? And you need each other to survive in this place. Yeah. And because because of the masjid, like in the Muslim community, we were quite strong. And one thing I noticed when I came was like, even if they were Arab and I'm non-Arab, like our culture and our background is very similar, you know? And I was very comfortable with the Saudi guys, and like, even some of the words in my language is the same, and the food is very similar, and the thinking is very similar, you know? So I was more comfortable with these guys compared to being with the guys from England who are who are Caucasian, who are white, you know? Yeah. Who I've lived with all my life. What kind of similarities did you find between you and Saudis? Me and Saudis, like... Because you don't just know Saudis or friends with Saudis, you actually live with Saudis. Like for me, like what I saw was very similar was like how the, like when people come to your house and you have to, the guest, looking after the guest, and like, you know, the food, which is a big thing, the tea, which is a big thing. These for normal people, it's a small thing, but for us, it's very important because it brings us together. You know, like we'd call the guys round and like looking after our guests, you know. Many people in the West don't know much about Arabs, and all they know is what's on TV and what's not. But once you get to know them, you can get to see they are very friendly people. Like all these guys, they send me an email like, "Wasim, please live with me, live with me, live with me." Okay. And then I chose this guy. And how did you get to live with them? Did you like get to know them in school? Yeah, like me and Faisal, like from day one, we were in the same class. And like we shared a common interest, like football, and like on Friday going to the mosque and like doing other activities with the guys. And the thing was, like, I was living with other people at the time who have now graduated, who have gone back to England and to their own countries. And he's someone like I'll be able to, like, if my family came, I know he'd respect them, and you know, it'd be nice, you know, like to live with him. And I wasn't being selfish, but I also want to live with him to improve my Arabic as well. Okay. And from now, I think it's improving, you know, living with him. You have the Pakistani flag in the apartment as well. I don't know, like that's something recent. Like we had it in my suitcase and stuff. And you already is a fan of Saudi football now. Oh, like before watching, I'd only watch English football. Like I'm a huge Arsenal supporter, but now because of Faisal, you know, I've come to like respect Al Hilal, and I think they're a good team. You know, they maybe many people won't agree with me, but like it's, you know, it's nice. Okay. And like I see the passion face light of all the Saudis has for Al Hilal, you know. He's there watching every day, and he's like, "Oh, this is Salman, this is this guy Yasser, or blah," you know. So I got used to it. The food, you said the food is one of the similar things. I see the guys are like, every time they say something, "Do you want to taste our curry?" wait, your curry? Yeah, it's, you know, we do it, and everybody keeps looking at you. Yeah. So what's up with that? Like coming to Brno and generally out of England, it's very hard to find halal food and like homemade food. Whereas like in, so then I cook at home and it's my passion to cook. And the thing is, the guys, they like the curry, you know? But one thing I've noticed, sometimes it gets too spicy. I don't know, maybe Arab food is a bit, you know, a bit bland compared to our Indian and Pakistani food. Some people like, but if not, then I have to bring like lots of moya or like some laban or something, you know, just to make it a bit less spicy for them, you know? Yeah. Sometimes when I'm sick of cooking, then we make kabsa and other foods. Like the other day, me and Faisal were talking, I was like,
I can make curry and just put it on top of rice and it looks like kabsa. And he's like, no, this is not kabsa, blah, blah, blah. And living outside home and from away from England, yeah. Did it change anything in your character? Did it get you developed in some ways or another? Like, it's the first time I left England and the first time I'm living alone. And the thing is, once you're living alone, you grab onto anyone to help you, you know? The thing is, like, you need as many people to support you, especially like when you get homesick and, you know, you need someone. And like, the thing is, when I came with the Saudis, like, they fulfilled everything, like entertainment, respect, like even the religion, they helped me strengthen my religion, you know? And the thing is, when you're living alone, you need as many people to help you get through this time. You know, and you have to be polite as much as possible to, like, people are strangers and you have to be polite to everyone, you know. Funny things, you know, about Saudis, like stuff that, you know, we get to know where they live because of how loud they were the other night. Yeah. So what kind of stuff that you noticed about Saudis? Like in general. Like, even though I'm not fully understanding them, like, I can still tell if someone's from like Mecca or Madia or Sharqiyah or from Riyadh, like from Medina, they are very nice. But generally all of them, what I can say about all of them, they are all welcoming and they are all like fun. They all have their own stories to tell, you know? Yeah. And the thing is, like, you can tell from like, I'm not racist or anything, but like when you look at them, like some people are like lighter than others and some are blue eyes or not. You can tell if they're from the south or from different tribes, you know? Yeah. And like, like I was told, like some people are like old-fashioned, like even I am old, like my people, like Bedouin, you know, like some people are more old-fashioned than others. And this, like, these things help us to get to know each other, you know, and to respect, like, even though we're different, like, it helps us, you know, to understand and respect their culture and their differences. Even though they live in Saudi Arabia, they have different thinking and like, how they think, how life is, you know, they think differently how life is. But one thing I can say about all of them, they are very friendly guys, you know.